السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا سمعنا كلمة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب حفظه الله، ومعظمنا تفاعل معها بشكل جيد ما شاء الله، ولكن بكل أسف كتير مننا مفهمش عمق الكلمة. كتير مننا يعني كان مجرد مشجع فقط، عجبوا الكلمتين وخلاص كده شكرا. صحيح الدكتور أحمد الطيب موقفه مشرف جدا، ولكن الدكتور أحمد الطيب قال كلام عميق جدا، كلام محتاجين نقف معاه، محتاجين نحاسب نفسنا في ضوء هذا الكلام. الدكتور أحمد الطيب حفظه الله شيخ الأزهر بيتكلم عن إحياء التراث، سأل سؤال مهم، أو بيقول أنا كنت أتوقع إن إحنا نقول إحنا فين أصلا من التراث. أنتوا عارفين الأول عن إيه تراث؟ التراث ده هو فهم التابعين للقرآن والسنة، ده باختصار شديد جدا، واجتهاداتهم في تفسير القرآن والسنة، آراء الفقهاء في المسائل اللي طرأت بعد كده، واستدلالاتها طبعا من القرآن والسنة. في الوقت اللي في ناس عايزة تهدم التراث ده كله بحجة تجديده، وهقول لكم في الآخر عن إيه التجديد أصلا. في الوقت ده الشيخ الأزهر بيقول إحنا أصلا فين دلوقتي من التراث؟ احنا اصلا دلوقتي امة مقلدة للغرب في الاكل وفي الشرب وفي اللبس وفي العربيات، في كل شيء تقريبا. دي حقيقة للأسف غابت عن كتير من الناس. في الوقت اللي احنا بننادي فيه بتجديد التراث، احنا اصلا بعيد جدا عن التراث. التراث اللي هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام، القرآن والسنة بفهم التابعين، فهم الصحابة والتابعين لهم، لأئمة، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام الليث بن سعد، غيره من الأئمة، ابن تيمية، ابن القيم عليهم رحمة الله جميعا، كلهم أعلام كبار. الأمة مش هتنهض يا جماعة إلا باتباعنا المنهج النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو التراث اللي الشيخ أحمد الطيب بيقول عليه أحيا الله به أمة، يعني في خلال 80 عام كانت تضع قدما في الأندلس والأخرى في الصين. الأمة دي يا جماعة كانت يعني عبارة عن إيه قبل كده، قبل الإسلام؟ كانوا عبارة عن رعاة للإبل والبقر والغنم، كانوا يعني لا قيمة لهم في الجزيرة العربية، لا وزن لهم، لا كرامة لهم، انتشرت فيهم عادات جاهلية كوأد البنات وأمور كثيرة جدا. فأعز الله بهم، أعزهم الله سبحانه وتعالى بالإسلام، وجعل منهم أمة عظيمة، وجعل للإسلام دولة عظيمة. في خلال 80 سنة زي ما الدكتور قال وضعوا يعني قدما في الأندلس والأخرى في الصين، بهذا المنهج الذي قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إحنا دلوقتي فين من المنهج ده؟ إحنا محتاجين يا جماعة، بدل ما إحنا عمالين بنهلل وبنطبل وبنسقف، إحنا محتاجين نقف مع نفسنا وقف، إحنا فين من منهج النبي عليه الصلاة والسلام؟ إحنا فين من منهج الإسلام؟ النهاردة الشاب في سننا كده في بلاد الغرب بيجلس على جهاز الكمبيوتر بيبدع وبينتج وبيبذل ما يستطيع لأمته ولدولته. النهاردة الشاب يعني بيعمل ايه؟ الشاب النهاردة بيقول أكل ونوم يديك دبلوم. دبلوم في ايه؟ دبلوم في السفه وفي الخيابة وفي أمور كثيرة. يعني محتاجين نجدد فكرنا، لو كان في شيء محتاج تجديده فهو فكر الشباب في ضوء التراث، في ضوء القرآن والسنة. لا عزة لنا ولا كرامة إلا بالعودة إلى هذا المنهج. النهارده حتى احنا يا ريتنا بنقلد الغرب بشيء عدل. النهارده شوف الشباب، شوف الشاب النهارده بيحلق شعره ازاي، بيلبس ازاي، الهدوم المتسقطه والهدوم المتقطعه والشعر اللي واقف مش عارف زي ايه، تقليد اعمى كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تتبعون سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى اذا دخلوا جحر ضب اللي دخلتموه. فسالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن مين؟ يعني هم اليهود والنصارى، اصبحنا امه غثاء كغثاء السيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ رسول الله، قال كلا ولكنكم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل، ولو شكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هو ده الداء اللي أصاب الأمة الآن في مقتل. فإحنا محتاجين نتخلص من الداء ده، محتاجين نرجع للقرآن والسنة، لأن مفيش كرامة لينا إلا بالعودة إلى القرآن والسنة. أمة بتفتخر ان هي بتشتري السلاح من يد الاعداء لا تنصر. امة بتفتخر انها يعني بتقلد الغرب في اي شيء لا تنصر. لازم نعود الى القرآن والسنة ونضع يدينا كما على مواطن القوة في هذا التراث كما فعل من كان قبلنا.
جزى الله، نعم جزى الله شيخ الأزهر خير الجزاء، ولكن نحتاج نحن أن نقف مع هذه الكلمات العميقة التي قالها فضيلته، نحتاج إلى أن نطبقها في حياتنا، نحتاج إلى أن نعود إلى القرآن والسنة. لا عزة لنا ولا كرامة ولا نصرة ولا تمكين إلا بالعودة الصادقة إلى القرآن والسنة، إلا بتوحيد الصف وبجمع الكلمة على الحق. أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يردنا وإياكم إلى الحق ردا جميلا، وأن يعني يمكن للإسلام وأهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.